صباح الخير وصباح الهنا وصباح العافية. أكيد مرة ثانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من صباحاتنا وصباحاتكم السودانية. وأكيد من جدة ترحب بكل الناس اللي بتسمعنا عبر إذاعة سودانية 24 على التردد 93.6. وصلنا معاكم لملف الصحة. اليوم عايزين نقيف على حاجة مهمة جدا، هي دايما بيقولوا سر دخول القلوب اللي هي الابتسامة. ابتسامتنا دي لو ما احنا كنا قادرين نحافظ عليها بطريقة صحيحة ونقدر تماما نهتم بالأسنان وكمان المحافظة على صحتها واهتمام بنظافتها، أكيد ما حنقدر نوصل قلوب كثيرة لأنه حيكون في قفلة كده حاصلة. عشان نهتم احنا بالابتسامة السمحة الشديدة اللي دائما بتكون مرسومة على كل الوجوه لما نقابل الناس اللي احنا بنكون مرتاحين جدا، سواء كان شفناهم او كان حبينا نوصل الطاقه الايجابيه لهم، ودائما بنقول انه هو دي سر ولازم احنا نحافظ عليه. ونسعد جدا بنتكلم عن صحه الاسنان عموما وصحه الفم وكيفيه الاهتمام بها بطريقه صحيحه. ونسعد جدا يكون معنا داخل الاستوديو دكتور محمد مصطفى الامين، طبيب اسنان ومساعد تدريس بكليه طب الاسنان. صباح الخير وصباح السعاده عليك. صباح النور عليك وصباح النور على المشاهدين. أتمنى تكون حلقة خفيفة ومفيدة، أهم حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. طب بداية عايزين نتكلم عن الاهتمام بنظافة الأسنان. لما نقول نظافة الأسنان بنكون بنعني به وشنو، والحاجة دي هي مهمة لأي مدى؟ طيب، نظافة الأسنان الممارسة اليومية للنظافة، يعني هي دي أكتر حاجة إحنا لو حصل فيها نقص أو خلل بيتسبب لنا المشاكل. دي بداية المشاكل اللي هو الزول بيكون بيحافظ على العادات النظافة يوميا مرتين في اليوم، باستعمال الفرشة الصح، المعجون الصح، بس. طيب لو جينا الحاجة اللي هي احنا قلنا المعجون الصح، الفرشة الصح، دي طوالي بتدينا لحتة بتاعت انه في طرق نظافة صحيحة اللي احنا تعلمناه واللي احنا تعودناه وحاجة واللي مناسب مع الجو. طريقة الاكل بعض مرات يعني ممكن تكون بتختلف في 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 النظافة اللي انت بتتبعها. السلوكيات الصحيحة اللي لازم انه هي الواحد يتحلى بها عشان ما يوصل حتة بالضبط. احنا هنتكلم الليلة عن كم حاجة، بداية بمعجون الاسنان والفرشة الأسنان والطريقة التسويق الصح. موضوع يتطرقوا له ناس كثير لكن مهم جدا. بنختار المعجون بيحتوي دائما على الفلورايد. دائما هتلقوا الشركات الكبيرة كل المعاجين الأسامي المعروفة فيها فلورايد. أهم حاجة أنه ننتبه لمعجون الأسنان يحتوي على الفلورايد. في فكرة عند الشعب السوداني عموما أنه كل ما كانت الفرشة خشنة وطريقة التسويق رف بتنظف أحسن. أي الحاجة دي غلط، بتأذي أسنانك وبتأذي اللثة. كل ما اخترنا فرشة أسنان أنعم، كل ما كانت التأثير في النظافة أكثر وستحافظ على صحة اللثة أكثر. الحاجة الثالثة والأخيرة زي ما شايفين معي في الموديل هنا، بنتفق على الأسنان الخلفية إنه دائماً هستعمل قلمك معلش. أوكي ما في مشكلة. بنتفق على الأسنان الخلفية إنه دي طريقتنا كلنا، من قدام لورا هنكون ماشيين في الأسنان الخلفية بالطريقة دي. الاختلاف والمشكلة الغلط في الأسنان الأمامية. يعني أغلب الناس بتتسوق بالطريقة العرضية دي، ودي بتسبب لي مشكلتين. أول حاجة هتعمل لي تآكل في الأسنان في المنطقة دي، هتضعف الأسنان. الحاجة الثانية هترفع موقع اللثة من مكان الطبيعي لفوق، ودي حاجة بنسميها في طب الأسنان انحسار اللثة. انحسار اللثة سبب رئيسي لحساسية الأسنان. أول ما اتكشفت جذور الأسنان في الحتة دي، الجذر ما بيحتوي على المادة البيضاء اللي هي مادة المينا اللي بتحمي السن من الحرارة والتغيرات في الحرارة، فبتطلع عندنا طوالي حساسية الأسنان، ودي أكتر مشكلة بيعانوا منها الناس في الأسنان. فيا ريت نوقف الطريقه دي العرضيه. عندنا خيارين، اننا نتسوق من فوق لتحت بالنسبه للاسنان العليا، الاسنان السفلى الفك السفلي من تحت لفوق. الطريقه الثانيه انه نتسوق بطريقه دائريه، ولو انت جمعت الطريقتين مع بعض يبقى كرمت اسنانك اخر كرم يعني. طيب جميل، احنا كده يمكن عرفنا الطريقه الصحيحه دي لازم الناس تتبعها، ونترك كمان السلوكيات الخاطئه اللي ممكن الناس تتعود عليها او حتى هي ممكن تكون. يعني في ناس صار بتطول المسافه، يعني انت ممكن بتلاقيه نص ساعه بياخد في الجانب بتاع تسويق الاسنان، يعني مش هو محتاج قدر ده، لكن انت نظام يعني زمن ممكن يكون مناسب عشان ما انت من دقيقتين لاربع دقائق.
أكثر من كده عليك الله لا. طيب تمام. الحاجة الثانية هي ممكن تكون عندها علاقة في مشاكل في الأسنان. أنت يمكن ذكرتها هسه واحدة من مشاكل اللثة اللي هي انحسار اللثة. دي واحدة بس من المشاكل ممكن تكون بتواجه الأسنان والفم عموما. شنو تاني ممكن تكون من مشاكل الأسنان عموما وناس بتلجأ بتحلها بتقنيات جديدة ممكن تكون ظاهرة الآن في طب الأسنان؟ فعلا من أكبر الأسئلة أو أكثر الأسئلة تكرارا بتواجهني اللي هو تقويم الأسنان، باعتباره لسه إنه هل يعني علاج مبهم لعامة الناس، إنه ما عارفين إنه متين أحتاج له، أيوة. هل أنا محتاج له؟ بالنسبة لوجهة نظرنا إحنا كأطباء إنه الأسنان أي تغيير في الرصة الطبيعية للأسنان سواء ترادف الأسنان مع بعض ازدحام الأسنان ده مشكلة لنا، بالنسبة لأنه حيقوم يعمل يخلق أماكن لتجمع البكتيريا والمواد الجيرية. الحاجة دي بتتطور لتسوس، بعدها بيحصل التهابات في الأسنان. ده السبب الرئيسي اللي احنا عايزين الناس تستعمل التقويم عشانه. من وجهة نظر المريض إنه حيشوف إنه شكله ما طبيعي زي باقي الناس، يعني ابتسامته ما طبيعية، رصة أسنانه ما طبيعية، فبيقوم بفتش للسبب شنو. في حاجات واضحة زي ما حيكون الفكل، احنا شايفين الجانب اللي انت ذكرته بتاع ترادف الأسنان الآن، الصورة مبينة معنا على الشاشة. أيوة. دي مريضة قبل، أيوة. وبعد العلاج، نعم. رجعت للرصة الطبيعية، بتتغير صحة اللثة كثير في الوقت ده، العادات، الأكل، حتى راحة المفصل هنا بالضبط برضه. حيكون الفكل تحت مثلا متقدم، حيحس الزول بحاجة ما طبيعية، حيقوم حيراجع طبيب الأسنان. اللي حيحصل انه حنرجعه للطبيعي اللي هو حيكون الفك الاعلى متقدم على الفك الاسفل. او حتى بعد مرض برضه الفك الاعلى هو بيكون بارز لي قدام شويه، وحتى الفراغات اللي بتكون بين الاسنان برضه ناس ممكن تقوم تلجا للتقويم. ايوه صح فعلا. ايوه فاحنا بس التقويم ببساطه هو جهاز او اداه بيتكون من عده اجزاء بيثبت على الاسنان، بيأثر بقوة بمقدار معروف للطبيب على الأسنان لتحريكه لوضعه الطبيعي. صح، بدايته ممكن تكون صعبة جدا لأنه الحالة فيها تحريك للأسنان، فحيكون حيغير عادات أكلك، حيغير عادات شرابك لحد ما أنت تقوم تتعود. وإحنا معك شفنا برضو الحالات اللي هي الواحد بيلجأ عشان ما يقدر يعمل تقويم، وأكيد في فترات علاجية بتختلف على حسب مدى استقبال الأسنان نفسها للتقويم، على حسب إنه أنت التزامك بالتقويم حتى لو هو كان المتحرك، المقابلات، أنت المقابلات، أيوة. ترجع في مواعيدك في كل حاجة، ففي فترات علاجية بتتحتم عليك أنت في الحتة دي. متى ممكن الأسنان توصل للحتة اللي الدكتور عايزها؟ فترة كم لحد كم؟ غالبا الفترة بتكون إحنا بنحسبها على حسب تعقيد الحالة، أيوة. في حالة بتحتاج شغل أكتر، في حالة بتكون في خلال 6 شهور بتنتهي، فإحنا بنقول بداية من 6 شهور لحد 2.5 سنين ماكسيموم 2.5 سنين. دي أبعد أكتر أطول فترة علاجية للتقويم. تمام. طيب في نوع تاني من علاج تركيب الأسنان، يمكن هسه في أنتم متابعين تقنيات جديدة، لو أخذنا جانب حق تركيب الأسنان، الناس ممكن تقوم تفقد أسنانها نسبة لظروف خاصة بحوادث أو حتى أمراض لثة أو كده، فبتفقد بعض من أسنانها، فبتلجأ لجانب عشان ما ترجع تاني للابتسامة الجميلة، فبتمشي لجانب حق تركيب الأسنان. فلو أخذنا الأنواع العامة لتركيب الأسنان الجديد والحديث والسلبيات والإيجابيات. بس معلش قبل ما ندخل في تركيب الأنواع وتركيب الأسنان، يعني في حاجة بتبسط في السودان، أيوة. إنه يعني في تطور شديد في مجال الأسنان، في مواكبة، بالرغم من إنها هي جهود فردية وجهود أفراد، لكن حاجة حلوة برضو إنه نكون متطورين ومواكبين. نفس المواد اللي بتستخدم برا، التقنيات، الأجهزة موجودة في السودان، فهذه حاجة كويسة جدا. بالنسبة للتركيب بيختلف، بيتقسم عندنا لتركيب ثابت وتركيب متحرك. تركيب متحرك اللي هو الزول بيستعمله بيركبه وبيشيله بحيث تصرفه. التركيب الثابت بيكون بيثبته الدكتور في محله وما بيطلع تاني من مكانه إلا لما يرجع للطبيب تاني. احنا شايفين معك هسه في الشاشه، ايوه فعلا هنا تركيب الاسنان، ايوه دي زراعه الاسنان. زراعة. شايفين الجزء المعدني ده، ايوه ده الزول فاقد السن رقم 4، فبيعملوا له الزراعة داخل العظم الفك ويكون عليها تركيب ثابت من فوق. ودي من التقنيات برضو تطور شديد في زراعة الأسنان. متواجدة الآن في السودان؟ ها؟ موجودة بتقنيات مختلفة، بأحدث التقنيات. جميل.
في التركيب الثابت برضو في أجهزة دي مادة الزيركون أو بنقول عليها برضو نوع تاني منها الإيماكس من أحدث المواد، مواد حجرية بتتقسم يعني مواد الأسنان من السيراميك البورسلين كلها مواد حجرية بيضاء بنستعملها. الحاجة اللي بتتطور فيها المواد برضو إنه بيكون عندي تكامل صحي مع اللثة، يعني كل ما تطورت المواد ده هنا تحضير الأسنان للتركيب دي حتودينا لابتسامة نحت مثلا ولا ده نحت أيوه. بننحت مليمترز من السطح الخارجي بتاع السن عشان ما تكون متواسية أو بنحضر حتى السن للتركيب، بنحضر السن للمقاس هاي أيوه. فهي التركيبة بتركب في الحتة اللي احنا شلناها دي. هنا نجوم هوليوود برضو اللي تسمت عليها الابتسامة اللي عايزين نتكلم عنها، ابتسامة هوليوود. هل في سلبيات أو إيجابيات عملي جوانب التركيب الثابت والمتحرك؟ لأنه إنه أنت تخيل لما تكون متابع مع دكتور ويديك الجانب الخاصة بالتركيب المتحرك ده، فيه نوع بتاع نظافة معينة أنت لازم تتبعه للأسنان اللي أنت بتركب ده، وحتى ممكن تكون الأسنان الثابتة. المقابلات وعدد اللي أنت برضو بتمشي للدكتور دي واحدة من الحاجات اللي بتسهل الصحة عموماً أو صحة الفم يعني. صح. أنا دائماً يعني في كلمة بقول حتى للمريض لما يجيني في العيادة لما يكون عايز يركب الأسنان، فبقول له إنه الحاجة الصناعية دي مهما بقينا وتعبنا فيها ما حتكون زي حاجة ربنا. جداً. أي فمحتاجة منك اهتمام، محتاجة نظافة دورية، محتاجة اهتمام أكثر من أسنانك اللي كانت موجودة. أيوة. طيب الجانب الثاني الخاص احنا شفنا معك هسه جزء من الابتسامات اللي كانت عبر الشاشه، وانت ذكرت انه ده جانب ناس بتلجأ له اللي هو ابتسامه هوليوود عموما او نجوم هوليوود، وتفاصيل ممكن تمشي لي برضو عدسات اللي هي الاسنان من تبييض لكده عشان الواحد يقدر يحافظ على سر جماله يعني الابتسامه. طيب ابتسامه هوليوود كانت ممكن تقولي حصرا على نجوم هوليوود من ممثلين وفنانين، حصلت موجة في البداية هم الأول ناس استعملوها وركبوها فتسمت باسم هوليوود زي ما شايفين. فهي بتتقسم على اثنين، أنا ممكن أعمل ابتسامة هوليوود بتبييض الأسنان وممكن بالعدسات اللي ذكرتها قبل شوية. أيوة. عدسات الأسنان تعرضت في صورة قبل شوية اللي هي بمادة السيراميك والحجرية. أيوة مادة السيراميك. بنختار ممكن نعمل الستة أسنان الأمامية أو الثمانية أسنان الأمامية، بننحت مليمتر زي ما قلت لك من الجزء الخارجي للسن، بس الجزء الخارجي وبتتركب عدسات عشان اقرب لك الصوره زي الضفور اللي بيستعملوها الضفور الصناعيه. أيوة. بنفس الطريقه فهي اسمها عدسات الاسنان او الفينير. اي فحتتركب على السطح الخارجي، حتغير لي لو في اي ترمه او في شكل مختلف في الاسنان، في تصبغات في الاسنان، في اصفرار في الاسنان. نحن عندنا في السودان هنا في مناطق معينه فيها الفلورايد عالي في مياه الشرب، لما يكون عالي في مياه الشرب بيسبب تصبغات صفراء او خطوط عرضيه في الاسنان. فدي ما بتتشال مثلا بالتبييض او ممكن تتخفف بالتبييض، فبنلجا للتركيب العدسات بتغطي اي خلل او عيب في الاسنان متكامله مع اللثه برضه وسهله. ثابته هي ولا متحركه؟ ثابته. بتستمر كم؟ بتستمر ما حقدر احدد ليك، لكن 6 شهور سنة مثلا؟ لا 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 سنوات. اوكي. أيوة. ظريف. طيب حلو شيء، دي حاجة ممكن تكون ممتازة جدا. لكن هسه احنا ممكن الثقافة نفسها للمجتمع السوداني انه تجميل الاسنان، الواحد ما مش الدكتور اللي يكون درسه خلاص يعني واجعه، مش واجعه بس ده ممكن يكون صداع في اخر المستمر. مراحل اخر. أيوة. مراحل بعد. أيوة. يمكن كم شهور هو ماشي ال بوجع ضرسه ده لحد ما يوصل الدكتور، خليك من انه هو يمشي عشان يعمل ابتسامة ولا انه يتجه على الجانب بتاع تجميل الاسنان. دخول بالضبط. الثقافة دي نفسها ومعرفتها للمجتمع السوداني. فعلا هو قبل فترة أو يعني قبل كم سنة في حاجات كثيرة أسير بتتعمل كانت بتعتبر بيسموها كماليات. أيوة. هي في حقيقة ما كماليات، إحنا الشكل مهم برضو لو كان تجميل مثلا. في ناس ظروف عملهم ظروف شغلهم بتستدعيهم إنه أيوة يعملوا الحاجات دي، فتطور شديد في وعي شديد بقى في الأسنان، في حاجات تجميلية برضو مختلفة، الأوبشنز كثيرة، الأسعار عندنا في السودان. يعني أنا أسف من تجربتي الشخصية إنه الأهل والأصدقاء المغتربين لما يجوا إجازات ده بيكون موسم عندي في العيادة إنه بيعملوا الشغل الأسنان كله. أيوه. بعد ذاك بيسافروا تاني، فأسعار معقولة.
الأسعار هنا في السودان معقول لسه. أيوة أيوة. طب يعني في ناس بتقول إنه الجانب بتاع الأسعار اللي هي في العيادات الأسنان عموما لو كان صحة لو كان سوري لو كان تجميل أو حتى لو كان هو علاج غالية جدا, فالناس ما بتقدر تلجأ إن هي لكل الناس تقدر تمشي عيادة. أنا قارنت عليك ببرة يعني, لكن أيوة. هي الأسنان عموما أي أيوة مواد غالية تجهيزاتها غالية صح. فعلا. لكن بالرغم من كده إحنا أسعارنا معقولة في السودان تمام مقارنة ببرة السودان. أيوة. طيب جميل, إحنا عايزين ندي الناس كم التوصيات العامة عشان ما يقدروا يكونوا محافظين جدا على صحة الفم ويكونوا محافظين على أسنانهم ويقدروا يعرفوا كمان تفاصيل الفك الأعلى الفك الأسفل. الناس تقرأ أكثر تمشي لازم يكون عندها طبيب ترجع له بعد كل فترة على أساس أنها تقوم تتابع الحاجة. بالضبط. هتكلم تاني على النظافة لأنه أهم حاجة. تمام. يا ريت الناس تستعمل الفرشة والمعجون مرتين في اليوم وباخد خطين تحت بالليل, يعني بالليل أهم من الصباح لأنه الوقت اللي أنت بتكون نايم فيه وده الوقت اللي بتكون فيه البكتيريا وبتنشط فيه لتسبيب التسوس يعني. الحاجة الثانية زي ما قلنا قبل الناس اللي ما حضرونا, الفرشة الناعمة أهم حاجة, المعجون بيحتوي على الفلورايد والطريقة الصح اللي شرحناه في الديمونستريشن قبل شوية. الحاجة الأخيرة إنه نعمل كشف دوري من طبيب الأسنان كل 6 شهور, افترض إنه كل 6 شهور تراجع طبيبك لازم. أيوة لأنه مشاكل الأسنان سريعة في التطور وفي مستمرة كمان مستمرة طوالي. بالضبط. أيوة. طب الجانب بتاع الصحة اللي أنت سوري النظافة اللي أنت ركزت عليه هو هل في زمن ممكن الواحد يستخدم فيه فرشة الأسنان, يعني إنه كم مرة مفترض إنه يلجأ الواحد مفترض إنه يلجأ للجانب بتاع التسويق؟ مفترض مينيمم مرتين في اليوم. أنا بفضل إنه الزول يتسوق بعد كل وجبة, ما يكون في بواقي بتاعت أكل في الأسنان, لكن حتكون فيها مشقة وصعبة شوية إنه بعد كل وجبة. صح. بنتمنى إنه يكون كده, لكن لو حافظ على مرتين الصباح وبالليل قبل ما ينوم إنه آخر حاجة قبل ما ينوم يعملها يتسوق ممتاز جدا. نوصي أخيرا على الجانب بتاع تغيير فرشة الأسنان, في واحد بيكون واخد الفرشة بتاعته أكثر من 6 شهور أو أكثر من سنة وبيستخدم نفسي فرشة الأسنان, فالجانب ده برضو ممكن يكون هو حاجة مهمة جدا لازم تتغير كل كم؟ المفروض تتغير ما بين 4 إلى 6 شهور. 4 لحد 6 شهور. دكتور محمد أنا شاكر لك جدا صراحة وجودك معي, وإن شاء الله يا رب كل الناس اللي هي تابعت الفقرة تكون تماما استفادت من الفقرة وعرفت إنها كيف تقدر تحافظ على الفم عموما ونظافته والصحة العمومية, وكمان إن هي تلجأ للخاص الجانب الخاص بالدكتور ومراجعات ومتابعات تعرف تماما إنها تتبع السلوكيات صح. شاكر لك جدا. أنا سعيد جدا بوجودي معكم الليلة أتمنى تكون حلقة مفيدة قدرنا نفيد الناس بأقل معلومة. شكرا كثير. إن شاء الله وأكيد موعدين معك كمان لقدام بحلقات قادمات أكثر عن تفاصيل صحة الفم.